السيدات والسادة نواب المجلس الشعبي الوطني كلهم وعي وكلهم التزام بإنجاح هذه التظاهرة الدولية اللي من شأنها أنها ترجع الجزائر إلى الساحة العربية وتعزز مكانتها، وكذلك تسمح للجزائر باحتضان يعني تظاهرة كبيرة لمشاهدتها منذ سنوات طويلة. هذا من جهة. من جهة أخرى قلت أن التحضيرات منذ شهور، لأنه مشاركة نواب المجلس الشعبي الوطني وأعضاء مجلس الأمة في هياكل البرلمان العربي، في برلمان الدول الإسلامية، في البرلمانات الجهوية، كلها كانت تصب في تقريب وجهات النظر والعمل على إنجاح هذه القمة العربية. من خلال الأدوات الأخرى للدبلوماسية الجزائرية ومنها الدبلوماسية البرلمانية، استطعنا يعني كدولة نعود بقوة إلى مواقع التأثير في مجالنا الحيوي والاستراتيجي وعلى المستوى الدولي وعلى المستوى الإقليمي. وما تنظيم القمة العربية بالجزائر إلا دليل على هذه القوة التي عادت بها القمة الدبلوماسية الجزائرية. ونحن بكل فخر واعتزاز يعني نثمن وندعم يعني انعقاد هذه القمة، قمة لم الشمل العربي، وقبلها كما رأينا لم الشمل الفلسطيني، وعودة مكانة الجزائر إلى الساحة الدولية والإقليمية. وفي اعتقادي أن يكفي أن القمة العربية تنظم وتنعقد بالجزائر وتنعقد في يوم له يومين، يعني يوم أول نوفمبر له رمزيته، والأشقاء العرب كلهم تقديرا للثورة الجزائرية ولتاريخ الجزائر الناصع. ودائما لما نلتقي بإخواننا وأشقائنا العرب يقولون ثورة المليون والمليون ونصف المليون شهيد. نأمل أن هذه القمة في هذا اليوم التاريخي ما حققته للجزائر تحقق للأمة العربية بلم شمل القادة والشعوب العربية، بما يزيح بعض الحساسيات المتواجدة. أمل أن تخرج هذه القمة بقرارات مهمة تؤدي إلى تمتين اللحمة، ويبقى أكيد هو نجاح القمة هو نجاح للجزائر، نجاح لمؤسسات الجزائر، ونحن في حقيقة الأمر كنواب في البرلمان كمؤسسة تشريعية تحت تصرف يعني ما بين قوسين الفاعلين للقيام بكل ما يقتضيه الدور من دبلوماسية برلمانية. الجزائر عرفت عبر التاريخ أنها دائما القرارات الاستراتيجية والمصيرية التي تهم الأمة العربية يعني كان منطلقها من الجزائر، وربما على رأسها يعني إعلان الدولة الفلسطينية ذات يوم في نهاية الثمانينيات. فلذلك نحن ننتظر أن تكون هذه القمة في مستوى، أولا في مستوى الجزائر ومكانة الجزائر، وأن تكون أيضا قراراتها ومخرجاتها والبيان النهائي الذي سيصدر عنها أيضا في مستوى التحديات التي تعيشها الأمة العربية. وعلى رأس هذه الأولويات ربما القضية الفلسطينية التي بادرت الجزائر باستباق القمة من خلال استضافة الفصائل الفلسطينية، وتوصلت معهم إلى إعلان اتفاق وحدوي للرؤية المستقبلية للقضية الفلسطينية، ربما هذا لم يحدث منذ عشرات السنين. فلذلك نحن متفائلون جدا بنجاح هذه القمة، متفائلون جدا أنها لن يعني تصدر منها يعني ربما قرارات مخذلة أو خاذلة لتطلعات الشعوب العربية، لأنها في الجزائر ومن الجزائر، والجزائر لن تقبل أبدا أن تكون هناك قرارات خاذلة للشعوب العربية. بصفتنا كنواب نحن ندعم ما وصلت إليه الدبلوماسية الجزائرية من إنجازات، وهذا ليس بالغريب على دبلوماسيتنا التي استطاعت أن تنجح في عديد المحافل الدولية وفي فك النزاعات، وهذا نظرا يعني كون الجزائر تقف على مسافة واحدة ولا تتدخل في الشؤون الداخلية لأي كان. هذه القمة التي نطمح منها الكثير أنها تحقق وتلم الشرخ العربي وتكون قمة إيجابية بامتياز في جميع المجالات وتبادل الخبرات، وكذلك قمة لربما فك النزاعات.
النزاعات وفك الخلافات حتى الثنائية، وكذلك النجاح الباهر الذي حققته الدبلوماسية الجزائرية في لم الإخوة الفصائل الفلسطينية. هذا الملف الصعب، هذا الملف يعني الشائك الذي بقي يحير المنطقة لعشرات السنين، استطاعت الجزائر بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل نية صادقة لرئيس الجمهورية في لم الإخوة الفلسطين، وهذه المرة الثانية بعد 1988 حيث كانت ميلاد الدولة الجزائر الدولة الفلسطينية في الجزائر آنذاك تحت قيادة الراحل ياسر عرفات أبو عمار رحمه الله. اليوم هذه القمة ننتظر منها الكثير ونحن ندعمها لأنها تعبر على ذلك اللم الشمل العربي، ذلك التآخي، ذلك التوحد في الاتحاد في جميع المجالات حتى الشأن الاقتصادي، وكذلك كيف نكتفي يعني غذائيا الاكتفاء الغذائي، وكذلك تبادل الخبرات الاقتصادية والتكنولوجيا بين الدول العربية. هذه القمة ينتظر منها الكثير ونحن متوقعين ومتحمسون لنجاحها المسبق. طبعا هذا قضيتهم الدولة الجزائرية الآن تذوب جميع القناعات السياسية والحزبية، الاختلافات الحزبية يعني قصدت نحتاج الآن إلى أن نقف وراء دولتنا من أجل إنجاح هذه القمة العربية في شكلها وفي مضمونها وفي مخرجاتها، ويبدو أن الإرادة السياسية القوية لدى السيد رئيس الجمهورية وإلى أيضا يعني عند مجموعة غير قليلة من قادة العرب أن تكون هذه القمة متميزة.